إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب ارزقنا الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما يا رب العالمين. فإن شاء الله يعني نعيش هذا الوقت إن شاء الله مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لا يملي علينا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أننا في شهر ربيع الأول، ولكن هذه الحملة المستعرة التي تتحدى شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تتجدد كل فترة في بلد آخر، تنتقل من فرنسا إلى غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصام محفوظ، يعني لن ينال أحد النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، يعني الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس في حياته، وقال في كتابه: إنا كفيناك المستهزئين. ولذلك حينما يدقق الإنسان فليس المقصود أبدا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود هو نحن. وحينما نسقط هذا الواقع على حياتنا هو فرصة أن نجدد معرفتنا وعلاقتنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو على النطاق الاختبار والاختيار والاصطفاء هو أفضل الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى جعله مكرما ومفضلا على كل المخلوقات سواء كانوا بشر أو غير بشر. والله سبحانه وتعالى أرسله رحمة لكل المخلوقات سواء كانوا بشر أو غير بشر. وذلك هذا الرسول المكرم، هذا الرسول المفضل، هذا الرسول الذي ترك أثرا في الحياة، لماذا ينال منه هذا النيل؟ طيب، وما هو دور المسلمين؟ ما الذي واجب عليهم أن يفعلوا ضد هذه الحملة المستعرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أنها وكأنها مستهدفة، يعني في شهر يعني الأمة كلها تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن لا نرى هذا الشيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المحطات الرئيسية في حياته في شهر ربيع الأول، فهو شهر الميلاد، وهو شهر الوفاة، وهو شهر الهجرة، فهو شهر له شأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نحن نسميه شهر الرسالة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما قاله الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل من عبر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته هو الله سبحانه وتعالى. ونحن في خطبة الجمعة تعرضنا لآية من هذه الآيات، قلنا: قال الله سبحانه وتعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى وهب هذه الأمة وكرمهم بأن الله سبحانه وتعالى ابتعث نبي صلى الله عليه وسلم منهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والقراءة الأخرى: من أنفسكم، وهي أعلى قدرا ومقاما، من أعلاكم قدرا ومقاما ونسبا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول عزيز عليه ما عنتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن تلقى الأمة العنت، أن يصيبها الضر، أن يصيبها الضيق،
أن يصيبها العسر في مسيرها إلى الله سبحانه وتعالى. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حينما نقابل نحن هذه المواصفات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول: هل نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو لنا؟ هل نحن ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرفنا ذلك؟ كما أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن أنه هو الرسول منكم، هل نحن يشرفنا أن نكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم شخص عادي في حياتنا وفي حياة بيوتنا وعند أولادنا، يعني مثله مثل كل الخلق؟ بل إن هناك من الناس من يعظم أشخاص أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، تجده يتتبع سيرة المجددين والمصلحين على غفلة منه أن أفضل مجدد وأكثر مصلح هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كتب أحدهم كتاب العظماء 100 قال: أعظمهم محمد. لأنه حينما وضع مقاييس لهذه العظمة، التغيير والتعامل والإنجاز الذي يعني أضافوه للحياة، وجد أنه لا يوجد أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو لنا؟ عزيز عليه ما عنتم، هل يؤذينا الآن هذه الحملة التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعرض لها الإسلام في فرنسا؟ هل هناك من فكر في رأسه ما هو الواجب علينا؟ أنا ما الذي ينبغي أن أفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينال منه بهذه الطريقة؟ هل فكر أحدكم في السبب لماذا؟ هل فكر أحدكم في العلاج؟ حريص عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلينا، يجلس مع أصحابه ويقول: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم إخواني، لكن أحبابي يأتون بعد. وجدوا صحفا مكتوبة فآمنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بحال الأمة ووضع الأمة، ليس في الحياة فقط بل في الآخرة. يجلس ليلة كاملة يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن ينزل جبريل عليه السلام بطمأنة وهدية من الله سبحانه وتعالى لرسوله وللأمة: إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك يعني. والحقيقة لو يعني أحببنا أن نظهر سبب مباشر لما يحدث من كيد وغيظ، فهذا حقد تاريخي، هذا حقد. نحن حينما نتحدث عن الحديث الناس بتزعل، تقول يعني هذا لا، هذا تقرير واقع، هذا ما قاله القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت تبقى محبوب ومتشال على في القلب وفي العين لو انت خلاص انسلخت من دينك تماما، تبقى هذا المسلم الذي ليس له من اسلامه الا الاسم فقط، حينها يرحب بك. هذا ما هو موجود في دواخلهم، لا نتحدث عن الظاهر. هذا ما قرره القرآن الكريم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. هم يودون أن يعني ينسلخ الناس ويصبحون مقلدين لهم في كل شأن من شؤون حياتهم. لكن أيضا هناك أسباب، سامحوني إخواني وأخواتي، هناك أسباب. بعض المسلمين هم أسباب، يعني منتشر في الفيسبوك دلوقتي يعني مقطع محزن عن ما يسمونه قصة، مش قصة، هو إنسان مسلم يمسك بصنم للعذراء كذبا طبعا، ويضرب هذا الصنم بالشاكوش ويقول، يعني يردد ما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام: خلوه يدافع عن نفسه، ليه من محزونين. مثل هذا المقطع حينما ينتشر على الفيسبوك
والصفحات الإسلامية ما شاء الله كلها عمالة تشير هذا المقطع. ألا يشجع ذلك الناس على أن تخوض هي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يشجع ذلك الناس أن تتطاول على المقدسات الإسلامية؟ وإحنا مبسوطين ونقعد ناخد المقطع ونشيره مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ألا تعرفون أننا منهيين عن هذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنتم تتعرضون لما هو ليس مقدس عندكم، فما الذي يحدث؟ هم يتعرضون لما هو مقدس عندكم بغير علم، هم لا يوجد عندهم هذا العلم الذي في صدوركم، لكن من الذي تسبب في الإيذاء والتطاول؟ تصرفات بعض المسلمين، وهذا ليس السبب الأول. السبب الأول أن هناك حقد بالأساس، لكن هناك بعض التصرفات الإسلام منها براء، بعضنا عن جهل يتناولها، والله سبحانه وتعالى نهانا على هذا التطاول. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين أعطى العهدة العمرية الشهيرة، أتعرفون أنه أعطاهم أمانا ليس لأنفسهم فقط، أعطاهم أمانا لكنائسهم، أدق من ذلك أعطاهم أمانا لصلبانهم، لأن هذا معتقد بالنسبة له. أنت حينما تسب الصليب أو تكسر الصليب أنت تعتدي على شيء مقدس عنده، أنت تدفعه دفعا إلى أن يدافع عن مقدساته. سيدنا عمر أعطاهم أمانا وهم في ذمة الإسلام، وهم في قلب دار الإسلام، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. مش أجيب صليب وأكسره في كل الطرقات تقول خليه يدافع عن نفسه. لذلك يعني نحن لا نريد أن ننجرف في العاطفة يمينا ولا يسارا، نحن أمة منضبطة يضبطها الوحي. لا نتساهل في الأمور ولا نقصر في واجباتنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أنا بوصي إخواننا الذي يصل هذا المقطع يعمل له اعتراض، يعمل بلاغ، لأن هو لا يمثل الإسلام أبدا إن الإنسان يعتدي هذا الاعتداء. وفي الآخر نقول إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل للمسلمين؟ اللي بيحصل للمسلمين إن بعض الناس بعاطفة تثير المشاعر، فبالتالي الذي يدفع الثمن هم الأبرياء. شوف بقى الطالب الذي قتل والأختين اللي طعنوا عند برج إيفل، وهذا يعني تصرف مشين من دولة أصلا فرنسا هذه عندها معرض اسمه معرض الإنسانية. عارفين إيه معرض الإنسانية؟ ما هو هذا المعرض؟ تخيلوا، معرض للجماجم التي قطعها الجيش الفرنسي من المستعمرات اللي كان مستعمرها. متخيلين؟ كان لا يكتفي فقط بقتل الإنسان، كان يقطع رأسه وتحمل هذه الرأس الآن موضوعة في بلد الحضارة في فرنسا، معرض به مئات. وفي الآخر يقولوا الإسلام والإسلام، الإسلام يحتاج مراجعة. لا، ده هي هذه الحضارة الدموية هي التي تحتاج إلى مراجعة ليس نحن. أعود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يا أحبابي نحن ينبغي أن نتعلم من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي أن نعلم أبناءنا من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي أن نعلم من يعمل معنا من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هو كان حريص أن يصل هذا الإسلام وأن يصل الدين يعني غضا طريا يعني لكل إنسان على وجه الأرض. كان يفكر فيما يشق على الناس وهم لم يولدوا بعد. وذلك يعني أنا كإنسان تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزعم أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم،
علي أن أحمل هذا الحب وهذا الخير إلى الآخرين، وأجلي للناس من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي قدمه للبشرية، وما الذي قدمه لحتى أنتم حينما تقرؤون شهادات العلماء عن إنجازات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشعرون بالفخر لهذا المضمار. قل لي في كتاب كامل عن ماذا قال العلماء الغرب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تقرأوا عشرات الصفحات في هذا المضمار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا ما وصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصفه الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا أعظم وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يعني العالمين من هم؟ حينما نفسر القرآن بالقرآن، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سئل عن العالمين، سأل فرعون سيدنا موسى عن العالمين فقال السماوات والأرض وما بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لكل هذا. حينما نفسر القرآن بالقرآن، وعلى أقل التفاسير يعني سيكون للإنس والجن والمخلوقات الأرضية، النبي رحمة لكل هؤلاء. نعم النبي رحمة لكل هؤلاء، وهو في تطبيقه صلى الله عليه وسلم في حياته كان رحمة لكل هؤلاء، أعطى للطريق الذي يمشي فيه الناس حق، أعطى للحيوان حق، أعطى للأرض نفسها حق، أعطى للماء حق، وهذه كلها حقوق، يعني واجب على المسلم أن يعطي هذه الحقوق وأن يؤديها. ألم يخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل دخل الجنة من أجل غصن شوك رفعه من طريق رفع منه غصن شوك، فهذا الغصن الشوك شكر الله سبحانه وتعالى لصاحبه فغفر له. ألم يحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي معناها أنها كانت يعني تفعل أشياء كثيرة منقوطة، غفر لها من أجل أنها سقت كلبا؟ ألم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة عذبت في النار من أجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض؟ حتى هؤلاء المخالفين الذين يعتدون اليوم علينا أو يتطاولون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم حقوق. قال من آذى ذميا فقد آذاني، يعني إنسان له ذمة عند المسلمين، الذي يؤذيه ولم يؤذي هذا الذمي، متخيلين؟ الذي وقع عليه الأذى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من آذى ذميا فقد آذاني. قال من آذى يهوديا أو نصرانيا فأنا حجيجه يوم القيامة، يعني النصراني واليهودي لن يدافعوا عن أنفسهم، الذي سيقف ليأخذ الحق لهم يوم القيامة هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. متخيل؟ هل هناك رحمة وتسامح أكثر من هذا؟ أن يجعل للمخالفين حقوق، والذي سيأخذ هذه الحقوق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يعني عند الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا ما ينبغي أن يدرس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آية سورة الأعراف آية جميلة، يعني لعلنا نقولها ونختم بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. انظر هذه الآية العظيمة التي جمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم ومواصفاته، وبين واجبات الأمة تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأها بالرحمة، الرحمة هذه لمن تمنح؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. رحمة الله تمنح لمن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يطبق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني طريقه مسهل إلى الجنة. لكن الذي يخالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعصيه ليس له مكان. وفي الرواية الأخرى قال: إلا من أبى على الله وشرد شرود البعير، يعني يجرب السلاسل هكذا، يرغم رغما، تعالى المسجد من هنا، الصلاة من هنا، الطاعة من هنا، الطريق الله سبحانه وتعالى من هنا، يقول لك لا 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 مش فايته براسي، يأخذ طريقا مخالفا. إلا من أبى وشرد على الله شرود البعير. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قسم أقسم به الله سبحانه وتعالى، قال: وعزتي وجلالي يا محمد، لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك. اتباع النبي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بعض يعني تخرج بعض تخرج بعض التفسيرات للنبي الأمي إن هو مش أمي ولا شيء، ده هو أممي، يعني هو لكل الناس. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس، لكن هو أحد مظاهر الإعجاز في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب. يعني هذه ليست سبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العرب جميعا كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، هم كانوا فصحاء في اللغة لكن هم القراءة والكتابة كانوا أمة يعني لا تجيد هذا الشيء. ربنا وصفه وقال ذلك في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الذين يتبعون الرسول النبي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هناك وصف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرى بشرت بها الكتب السماوية، بل عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على كل نبي أنه إذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصروه ويتبعوه. هذا العهد موجود في القرآن الكريم. قال: لتؤمنن به ولتنصرنه، في خطاب الله سبحانه وتعالى وعهده على الأنبياء. لما يبعث محمد ستؤمنوا به وتنصرونه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أقررتم بنبوة، هذا الكلام موجه للأنبياء. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أن معكم من الشاهدين. هذا الحديث موجه من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، أن يقروا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث: إني لمكتوب في أم الكتاب أني خاتم النبيين وآدم منجدل في طينتي، يعني آدم لم يخلق بعد، وهو عبارة عن طين. إني لمكتوب في أم الكتاب أني خاتم النبيين وآدم لمنجدل في طينته، فأنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بشارة عيسى، هذه البشارة المدونة عندنا في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي، هذه الرؤيا التي رأت وهي تلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعني خرج منها نور أضاء الكون، أضاء الجزيرة العربية، أضاء قصور بصرة باليمن والشام.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف. هذا ملخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يأمرنا إلا بكل خير، لم يأمرنا إلا بما عرف أنه خير وبما سيتعارف عليه أنه خير. وهذا من المعجزات، أن يبحث العلماء اليوم في أمر من أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجدوا أنه هو الأفضل للبشرية، أنه هو العرف الذي ينبغي أن يتعرف عليه الناس. يعني حينما نذكر مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من المعروف أنه عندنا نهي أن تقطع رأس الذبيحة. طيب، العلم اليوم أثبت أن الذبيحة التي لا تقطع رأسها يخرج الدم الموجود في هذه الذبيحة بنسبة كبيرة، لكن الذبيحة التي، شوف، هي ذبحت ذبحا شرعيا، لكن هذا الذبح وصل إلى أنه راح قاطع الرأس مع الذبح، يظل الدم متجمد بنسبة كبيرة في الذبيحة. ليه؟ لأن الرأس ما دام موجود ومتصل بالجسد يرسل رسائل عصبية، وهو متصل بالسلسلة الظهر، يظل يرسل أوامر إلى البدن بأن هناك خطر، لأنه هو شاف السكين وحس بيها. ما دام شاف السكين وحس بيها، القلب ينبض بسرعة، والأوردة، يعني ما دام القلب ينبض الأوردة بيجري فيها الدم، فما الذي يحدث؟ يخرج الدم كالنافورة هكذا، ما دام الرأس متصل ببدن الذبيحة. طب لو قطع مصدر الإشارات وهذه المصادر الكهربية، خلاص قطع، فيهمد الجسد. طب ما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ كل أمر أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما نبحث فيه نجده أنه العرف، أنه الخير للناس. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير يقربنا من الله، إنه دلنا أيضا على ما يقطع طريقنا عن الله سبحانه سبحانه وتعالى، دلنا على ما ينقص المروءة، دلنا على ما يبعد بيننا وبين الله، دلنا على ما يقطع طريق الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي لم يأتي ليضع علينا ثقل. حينما ننظر ان الصلاة ثقل، ولا الصيام ثقل، ولا الزكاة ثقل، ولا الحجاب ثقل، لا، النبي أتى ليخفف عن كواهلنا الثقل. هذه الأوامر ليست أثقال، وإنما هذه كروبات، وإن كان فيها بعض المشقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا أنه ما من عنت يلقاه المسلم، وما من مشقة يلقاها المسلم ويقدمها صبرا محتسبا، إلا وأخذ الأجر. قال: الأجر على قدر المشقة. كل ما تتعب في مسيرك الله سبحانه وتعالى، كل ما تاخد أجر أكبر. قال عن الصلاة: أعظمهم أجرا أبعدهم ممشى. تتعب أكتر فعشان تصلي تاخد اجرك. يعني المرأة تقول لي: وش معنى الراجل ما بيلبس حجاب؟ انت بتتعبي من الحجاب اكتر، بتاخدي اجر اكبر. وسيب الراجل هيك، ما هو اجره بيقل. انتم متخيلين؟ كل تكليف مقابله اجر. فهذه الاوامر ليست اثقال، وانما هي قربات نتقرب بها الله سبحانه وتعالى. لكن الاثقال الحقيقية هي سوء الخلق، الأثقال الحقيقية هي الخطأ، هي الفاحشة، هي الكذب، هي النميمة، هي النقائص، هذه التي تنقص الإنسان عن إنسانيته. قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه هي واجباتنا يا إخوان، أن نؤمن بنبوته إيمانا كاملا،
عذروه أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكن أسباب لتعزيز الإسلام ونشر الإسلام، لا نكن أسباب لفتنة الكفار عن المسلمين. وهذا التعزير هو تقوية لموقف الأمة، وهو عده العلماء أحد صور النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، لأنهم قالوا أن الوحي هو وحي منطوق، القرآن الكريم السنة المطهرة، ووحي منظور وهو الكون المشهود، ووحي متحرك بين الناس. لأن النبي ماذا كان؟ كان قرآنا يمشي، فأصبح واجب على الأمة أن تصبح هي أخرى تعاليم تمشي بين الناس. لا نريد للناس أن يسمعوا منا قال الله وقال الرسول، نريد للناس أن يروا منا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمات الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا معنى قرآنا يتحرك. الله سبحانه وتعالى جعل حركة النبي وأخلاقه هداية. من أين يرى الناس أخلاق النبي؟ الآن نحن الورثة، نحن واجب علينا أن نسير في ناس مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعاملهم بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق معهم بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نعزز الإسلام ونعزز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعزير هذا معناه التقوية. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، مش ما بتفرق معنا أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما عنديش أي مشكلة خالص. تعرفوا لماذا ذهب الطفلين معوذ ومعوذ في غزوة بدر وهم شباب يدب يحملوا السيف؟ لأن أبو جهل سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أخذوا عهد أقسموا لأمي أن يقتلوا هذا الأبو جهل. وإحنا عندنا أبو جهل كتير، مش مكرم بس، عندنا أبو جهل كتير في الأمة في هذه الأيام، ونحن لا نريد أن نفعل فعل معاذ ومعاذ، لكن يريد أن يربى في دواخلنا، هذا الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاستعداد للتضحية من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك الذي عنده تعاملات مع فرنسا، إذا كان عنده في داخله حب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن يكف عن هذه التعاملات. وإحنا يعني ورد لنا صور بالأمس من الكويت، مولات كثيرة أخرجت البضائع الفرنسية، وهذا أقل ما يفعله المؤمن. أنت تطول عليا وتقول حرية، حرية تعبير، طيب خلاص حرية تعبير، وأنا عندي حرية يعني بيع وشراء. واجب على الأمة أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني النبي لا يحتاج نصرتنا، ولكن نحن نحتاج إلى أن نبرهن أننا أتباع مخلصين ومحبين صادقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه النصرة ليس أبدا معناها التعدي ولا الخطأ، كما قلت أننا منهيين أن نسب الذين يدعون من دون الله، نحن منهيين عن السب، لكن أنا أتخذ كل الوسائل المشروعة في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأظن يعني بما إنه هو في حرية تعبير، فأنا عندي حرية تعبير أن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأملأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه وعن صفاته وعن القرآن وعن الخير الذي في القرآن في كل وقت وفي كل حين. مش أتناول يعني برضو ظهر صور مكرونة على شوربة خنزير ومكرونة على صورة، أنا استفدت إيه؟ أنا ما الذي استفدته؟ أنا أفضل من ذلك أن أسوق الصورة الصحيحة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يعني الشباب البارعين في الفوتوشوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي، واجب علينا أن نقابل هذه الحملة بحملة أخرى في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل كل ذلك أن تكون أخلاقنا هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يعني يجعلنا أقرب ما نكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أدعي أني مسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أفعل أي شيء من السنة، يقولون هل هذا التكليف بالقرآن؟ أتبع القرآن ولكن السنن ليست فرض، لن يعاقبني الله سبحانه وتعالى على ترك اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال هو موضة هذه الأيام. ويا إخواني وإخواتي، هذا قول حركة أحد أهدافها هو هدم الإسلام. يعني نحن حينما يعني نردد هذا الكلام، بما إنه هو حرية ثقافة ولا حرية تعبير، ونحن نجهل أن الماسونية العالمية التي تبنى هذا الكلام، يعني إحنا يعني يبقى يعني عيب قوي في هذا الزمن ننخدع هذا الانخداع ونقول إن هي حرية رأي. لا يوجد فرق عندنا في الإسلام بين قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مش احنا بنصدق بالقرآن؟ القرآن قال وما ينطق عن الهوى. مش هو احنا بنعمل القرآن بس، هو مش بنعمل حاجة تانية. القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى القرآن هو اللي أمرني إن أنا آخذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني أنتم عايزين الهداية اتبعوا طيعوا الرسول، ما قالش طيعوا الله، قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. القرآن قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الله سبحانه وتعالى جمع بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني كل هذه الأوامر من أين، يعني أين نضعها؟ أين توضع لهؤلاء القرآنيين؟ ثم ما الذي يبقى من الإسلام حينما يعني نقف فقط على ما هو موجود في القرآن الكريم؟ كيف نصلي؟ لا يوجد إلا ذكر الصلاة في القرآن، الكيفيات كلها والأوقات والتكليفات والركعات وهذه الأشياء غير موجودة في القرآن، ما نصليش يعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، قال والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم محافظون، وأنا أقول أهي الصلاة هي الدعاء؟ طب فين بقى الديمومة وفين الإقامة وفين؟ إذا كانت هي الدعاء فأين الإقامة؟ وآية صلاة الخوف تتحدث عن ذلك، قال فإذا كنت فيهم فأقمت لكم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني طب كيف نفسر هذه الآيات إذا كان لا يوجد عندنا سنة؟ وهكذا في كل الأفعال، لأن القاعدة خذوا عني مناسككم. هذا قول يلقيه الشيطان على أتباعه، ونحن نعوذ بالله أن نكون من أتباع الشيطان الذين يرددون ما تقوله الشياطين ويقتنع به. الله سبحانه وتعالى كلفنا باتباع أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة لها منزلة في القرآن، ونحن كلنا درس عن ذلك ونحن سنعيد هذا الدرس. ما هي منزلة السنة من القرآن؟ ما هو القرآن وما هي السنة وما الفرق بينهما وما هي وظيفة السنة تجاه القرآن الكريم؟ إن شاء الله يعني سنفرد درسا لذلك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يجعلنا خير ممثل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، كما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أدخلنا مدخله، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يدي الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن يقال لهم سحقا سحقا، اجعلنا ممن ينعمون بظل
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا ممن ينعمون بالشرب من يد حبيبك صلى الله عليه وسلم، اجعلنا ممن يزفون إلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك نبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك التكلان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من سفاهة السفهاء، اللهم إنا نبرأ إليك من تطاول المتطاولين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده، ومن مكر بهم فامكر به، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويحتكم فيه إلى الشريعة الغراء. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك وأوليائك، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك وعبادك وأوليائك، ولا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.